السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة السومة. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اروع شباكية واحسن شباكية دقت في حياتي ولات معتمدة عندي كل عام. الا جربتوها حتى نتوما اكيد غتولي معتمدة عندكم وغنعطيكم حتى الثمن ديالها الا بغيتو تقليو ديروها في لي كوموند ديالكم. غنعطيكم الطريقه ديالي كيفاش كنقادها بلا تماره وبلا عذاب مع واحد الشبيكه اللي ساهله ومزروبه كتجي هشيشه ومعلكه كما كتشوفوا في الصوره كلها معلكه ومجعبه وشاربه العسل. اما المذاق لذيذ بزاف لو كان بامكاني نذوقكم نذوقكم من هنا تستاهل كل خير ولكن غادي تجربوها باش غادي تذوقوها. خليكم معايا نشوفوا المكونات وطريقه التحضير مع كل اسرار باش تنجح لكم. صدقوني لو عمركم جربتوا شباكية غادي تنجح معكم من اول مرة الى تبعتوا الطريقة كما هي. واول سر من اسرار نجاح الشباكية هو العسل. العسل خاصو يكون ناجح 100% وخاصو يكون معلك باش تجيكم الشباكية معلكة. خاصو يكون تقيل بهذا الشكل كما شفتوا. حطيت لكم الفيديو ديال طريقتي في العسل اللي مازال ما شافتوش غنخلي لكم الرابط ديالو لتحت اسفل الفيديو. نشوفوا المكونات اللي غنحتاجو في الشباكيه. بسم الله على بركه الله غادي نحتاجو واحد كيلو ديال الدقيق الابيض سبيسيال يكون خاص بالحلويات وماشي ديال الخبز. وغادي نحتاجو واحد 100 غرام ديال اللوز اولا كاس العنبه ديال اللوز وكاس العنبه ديال الزنجلان ولا ديروا 100 غرام 100 غرام اولا 125 غرام 125 غرام يعني حسب الرغبه ديالكم. المهم هو انهم يكونوا مطحونين مزيان. ممكن تنيلوهم حتى يوليو بحال البراليني غيكون احسن. انا اكتفيت بهذا الشكل هذا وبلا ما يكونوا محمرين يعني يكونوا عاديين باش ما يتحرقوش لينا فاش نقليو في الشباكيه. حيت ملي كيكونوا محمرين وكنديروهم في الشباكيه وكنقليوها كيعطيونا واحد المرورة اولا واحد المذاق بحال الحريق يعني من الاحسن يخليهم كما هما وطحنوهم. وغنحتاجو واحد المعلقة ديال القرفه ما تكونش عامره ومعلقه ديال النافع ممكن تضيفوا معلقه ديال حبه حلاوه. انا ما ضفتهاش كنكتفي بهاد المكونات باش ما تجينيش الشباكيه مجهده يبقى بين المذاق ديال اللوز والزنجلان وواحد قبصه ديال الملحه. غنحتاجو واحد اصفر بيضه كيس خميره ديال الحلويات ديال 7 غرام مسكه حره تقريبا 6 حبات او 7 وشويه ديال الزعفران شعره ممكن تعوضوه بدويمه ديال الزعفران. غنحتاجو ربع كاس عنبه ديال الخل وكاس الا ربع زبده ممتازه غنرجعوها نوافيط يعني غادي نحطوها فوق البوطه تغلى ونبقاو نزولو داك الحليب اللي فوق منها حتى كتولي مارون يعني لونها يولي مارون صافي كنحيدوها من البوطه وحذاري تولي نوار ما تخليوهاش حتى تكحل غير تولي يعني لونها يولي بني فاتح صافي كنحيدوها من فوق البوطه. وغنحتاجو كاس الا ربع زيت المائده العبار كاس العنبه ايضا وقرعه صغيره ديال الرابعه ديال ماء الزهر 250 ملي. هذه هي اللي غنجمعوا بها العجين الكامل. نخلي لكم المكونات مكتوبه لتحت اسفل الفيديو باش يجيكم باينين وواضحين. اول حاجه غادي ناخذ الدقيق نضيفوا عليه كل النواشف غنضيف عليه القرفه. بالنسبه للنافع ضروري يكون مطحون مزيان ومغربل. ثم ضفت الملحه ونضيف الزنجلان واللوز اللي ما بغاش يضيف اللوز ممكن يضيف 200 غرام ديال الزنجلان كامله اولا ممكن تضيفوا كاوكاو يعني 100 غرام ديال الكاوكاو 100 غرام ديال الزنجلان يعني اللي بغيتو. المهم ما تفوتوش هذا القياس هذا. ثم غادي نضيف الكاس الى ربع ديال الزيت والكاس الى ربع ديال الزبده المذابه وغادي نخلط هذا الشيء مزيان ونرملهم. انا غادي نخلي هاد المكونات يباتوا ليله كامله يعني بحال قلتو في الليل كنخلط هاد مع النواشف والغد لي هاد كنعجنهم هكا باش كتجيني ساهله وفي نفس الوقت كتعطي واحد النتيجه اللي زوينه. يعني هذه الطريقه اللي كيخدموا بها الشباكيه ديال الزنقه وكل ما قسمتوا الخدمه ديالها كل ما غادي تجيكم غير متعبه وغتجيكم سهله. هنا بعد ما خليتها ليله كامله هنا غادي نجمعها
غادي نجمعها بماء الزهر، فيها شويه شعيرات الزعفران، دفيته شويه وضفت عليها الزعفران، يعني ضفت هذيك القرعه كامله. وغنضيف كيس ديال خميره الحلويات وكيس ديال نسمه الزهر، يعني نكهه الزهر زوينه كتعطي واحد المذاق زوين فيها، وواحد شويه ديال المسكه حره، يعني سبعه الحبات تقريبا، دكيتهم مزيان طحنتهم مزيان. وهنا غادي نضيف واحد راس معلقه ديال خميره الخبز، يعني قبصه، يعني شويه يعني ما تكثروش، وحلا قلتو غير المسيحه صافي، ممكن ما تضيفوهاش، اللي ما بغاش الشباكيه تنفخ ليه، يعني ما تجيش غليظه بها رقيقه بلا ما يضيف خميره الخبز. وهنا ضفت الخل، ثم غنضيف اصفر بيضه، والان غادي نضيف ماء الزهر وغادي نبدا نجمع في العجين، يعني نخلط هذاك الشيء في الوسط، ثم غادي نبدا نجمع في العجين. وسير الشباكيه باش تجيكم هشيشه ورطبه، خاصها تكون قاصحه، يعني العجينه تكون قاصحه، غادي تجمعوها بهذا القياس كما جمعت انا، يعني بقرعه ديال ماء الزهر، قرعه صغيره ديال الرابعه ديال ماء الزهر، وربع كاس ديال الخل، هذا الشيء باش جمعت العجينه، يعني ما زدت لا ما لا حتى شي حاجه. وهكا غادي تجيكم العجينه قاصحه مزيان، وما غاديش تعذبكم حتى في الشباك، يعني الا كانت رطبه بزاف، الا كانت العجينه رطبه ما غادي تعذبكم في الشباك، وفي نفس الوقت غتجيكم قاصحه وما غتجيكمش هشيشه في الماكله، يعني كل ما كانت العجينه قاصحه كل ما غادي تجيكم الشباكيه هشيشه ورطبه. صافي هنا غادي نبقى نجمع الدقيق بالماء الزهر اللي عندي حتى غادي نحصل على عجينه مجموعه وقاصحه كما قلت لكم. ممكن تدلكوها بايديكم، يعني ملي تبغوا تدلكوها ممكن تدلكوها بايديكم او توضعوها في العجانه، يعني حسب الرغبه ديالكم. انا بديت كندلكها شويه بايدي، من بعد درتها في العجانه، يعني بان لي احسن، غادي تسهل لكم حتى الوقت الا درتوها في العجانه. وغادي تدلك مزيان، يعني هنا بعد ما دلكتها هنا غادي نقسمها، قسمتها لخمس قطع بهذا الشكل، وغنحاول ندورهم بشكل دائري. بعد ما دورتهم غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي، يعني ضروري تغطيهم بالبلاستيك الغذائي، متخليهمش عليه يعني باش ما ديرش لينا القشره من الفوق تقصح. هنا غادي نخليو العجين ترتاح لينا باش ملي نسرحوها غادي تجينا ساهله، يعني ما غاديش تحسوا بها نهائيا قاصحه، غادي تجيكم ساهله السراح. غادي نسرحوا كل قطعه بوحدها، وغادي نحاولوا نطويوها بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. وهذا هو السر باش كيخلي الشباكيه ديالنا ملي كتقلى كتجينا مجعده، يعني كتجي خاويه من الوسط، وهكا باش كتشرب العسل. كنطويوها على شكل مربع، يعني بحال المسمنه اولا بحال ملي كنديروا العجين المورق، يعني بهذا الشكل، واللي ربعناها بهذا الشكل كنحاولوا نضغطوا لها واحد شويه صافي، وكنغطيوها بورق السلوفان بلاستيك الغذائي، يعني ممكن هكا بهذه الطريقه تحتفظوا بها في المجمد وتبقى لكم مده طويله، والوقت اللي بغيتوا تشدوها تشبكوها وتطيبوها غادي تجيكم ساهله. انا هكا كندير، يعني كنحاول نربعهم كاملين وكنحتفظ بهم في المجمد هكا باش كنختصر الوقت، وكنبقى كل مره نجبد وحده ونقادها ونشبكها ونطيبها، يعني ما كنطيبش كل شيء في مره، لان ما كاينش الامن يعني بوحدي ملي كتكون يد وحده باش ما تتعبوش بزاف مع الدراري الصغار، كنحاول نخبيها وكل مره نجبد وحده وندير شويه. بعد ما كملت نجمع ماشي ضروري ديروها في المجمد، اللي بغات تخدمها في نهارها ممكن تخدمها في نهارها، تبقاو تخليوهم غير يرتاحوا باش تسرحوا لكم بالسربه صافي وتبداو تخدموا فيها. انا هنا خديت قطعه قسمتها باش ما تلصقش لكم العجينه ديالكم ساهله، يعني دغيا تبداو تدير معاكم كتبقاو كل مره تهزوها بلا ما تقلبوا وتسرحوا كما كتشوفوا كيفاش كنخدم انا، يعني كنبقى نهزها نقلبها ونعاود نسرح.
كما شفتوا العجين كتمدد معايا يعني، وكتسرح بطريقه سهله بلا ما تقطع العجين ما والو يعني. كل ما غربلتوا المكونات مزيان وكان كل شيء مطحون مزيان ومليل، غتجيكم العجين بهذا الشكل. هنا واخا كتبان لكم رقيقه، غادي نزيد نرققها يعني حتى كتولي شفافه، كنبقى نهزها ونبقى نسرح يعني نفس الطريقه اللي درت. غتخدموا بها غادي تجيكم ساهله. هنا كما شفتوا راه ولات شفافه يعني الرخام كيبان فيها، اولا كديروا يديكم غادي تبان لكم فيها. غنوريكم الرق ديالها كيفاش غادي يكون يعني، خاصها تكون بهذا الشكل يعني رقيقه بزاف. انا قربت لكم الكاميرا باش غادي تشوفوها مزيان يعني شفافه، حيت في القليان كتزيد تنفخ، وبما انني درت خميره الخبز يعني غادي تزيد تنفخ لي واحد شويه. والان غادي نقطع كل هذوك الجوانب بالشراره يعني، اللي عنده طابع غادي يطبع مباشره بلا ما يقطع الجوانب. انا غادي نخدم بالجراره نقطع الجوانب، عاد غادي نبدا نطبع الاشكال اللي غادي نشبك. كما شفتوا غادي نبدا ندير شرائط يعني، غادي نحسب خمسة والسادس غادي نقطع يعني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، السادس غادي نقطعو هكا غادي نحصلو على ست أشريطة في التشبيكة يعني. غادي نخدم معكم واحد التشبيكة اللي ساهلة للكل، اللي معروفة ديال زمان اللي كلشي كيديرها. هنا كما كتشوفوا أنا كنت كنزرب حيت كنت مركبة ولدي وخدامة في نفس الوقت يعني، علاش هادشي علاش درت واحد الشبيكة اللي مزروبة، وحاولت ندير شبيكية كبيرة شوية باش نسالي دغيا، مع انني مخدمتهاش كاملة يعني، خدمت غير واحد جوج قطع من هادوك المربعات اللي شفتو. كنتمنى تكون الشبيكة يعني ساهلة ساهلة كما شفتو في الصورة. غادي نعاود معكم وحدة. هنا خدمت معكم جوج طرق ديال الشباك يعني، هذه غادي تحاولوا تاخذوا كل جوج اشرطه تحطوا وحده فوق وحده، اثنين وحده على وحده هكا بهذا الشكل، ومن الفوق كتجمعوا هاد الثنيات هاد القناص وكتقلبوها بهذا الشكل، وعاد تحاولوا تخرجوا هذوك الثنيات اللي جمعنا صافي. وكنجمعوا صافي كنحاولوا نفرزوها شويه باش ما تبقاش ملاصقه، وكنجمعوا هاد القنيتات اللي من الفوق صافي. وغنشوفوا الشكل الثاني، هنا كتحطوا وحده كتهزوا وحده كتجيو الاخرى كتلاصقوهم وتقلبوها. كنتمنى تكون واضحه، غندير لكم وحده فيديو يعني ثقيل بلا ما نزربوا. كما شفتوا هزيت وحده وحده في وحده هزيت وحده وحده في وحده، وهادو الاخرين غادي نلاقيهم وغادي نقلبهم من الوسط، وغادي نجبدها بهذا الشكل يعني بطريقه واضحه، وغادي نجمع هذوك القنيتات اللي من الفوق صافي. هذا هو الشكل ديالها صافي. هنا بعد ما كملت الكميه اللي خدمت معكم خليتها تنشف شويه واحد نص ساعه هكاك. وهنا كما كتشوفوا عندي العسل وجدته يعني قسمته على جوج باش واحد نبرد به الاول الى سخن لينا يعني، العسل ضروري خصو يكون بارد بحرارة الجو يعني، ما تخليوش يكون ما تسخنوه ما والو، ضروري يكون بارد هو اللي غطفيو فيه الشباكية هكا باش غادي تشرب لكم العسل وتجيكم هشيشة. هنا بعد ما درت الزيت تسخن، ملي كتسخن مزيان غادي نقص البوطة، عاد غادي نحط الشباكية باش ما تحرقش لينا. كما كتشوفوا الشباكية ملي كنوضعوها كتهبط لينا لتحت، غير كتبدا تقلى كتطلع الفوق وكتولي خفيفه كما كتشوفوا. وغادي نخليوها بهذا الشكل غير تبدا تتحمر تولي صفراء واحد شويه صافي، وغادي نقلبوها تحمر الجهه الثانيه.
داري تحمروها بزاف لانها غادي تكمل اللون ديالها في العسل. العسل هو اللي غادي يعطيها هذاك اللون المذهب الحمامه، يعني ما تحاولوش تحمروها باش ما تحرقش ليكم، حيت الا زدتوها يعني في التحمار في الزيت غادي تعطيكم واحد المذاق بحال محروقه. كانت كتقلى كيولي فيها واحد الفقاعات، وهذا هو سر النجاح ديالها، يعني باش كتجي مجعبه، يعني هذوك البلايص هما اللي كتدخل فيهم كيدخل فيهم العسل باش كتجينا معلكه. كما شفتوا كانت رقيقه، نفخات غير واحد شويه بديك القبيصه ديال خميره الخبز اللي وريتكم، يعني اللي كتبغيها رقيقه بزاف ما غاديش يضيف هذيك خميره الخبز، انا كنبغيها بحال هكا. صافي بعد ما ولات مذهبه من الاسفل ديالها غنكتفي بهذا اللون كما كتشوفوا، يعني كتولي غير صفراء. صافي غادي نقلبها على الوجه ديالها، ومني غتقلى من الجهه الثانيه صافي غادي نزولها. كاين شي وحيدات كنلقى فيهم نص يعني نص مذهب النص لا، غادي نخليوها حتى تطيب كامله عاد غادي نقلبوها. ما تجهدوش عليها البوطه، خص البوطه تكون مهيله باش طيب لكم مزيان من الداخل، حيت الا خليت الا جهدتوا البوطه من الوسط غادي تبقى لكم معجنه وخضره. صافي هنا بعد ما تقلات لينا كامله مزيان صافي غادي نزولوها نديروها في واحد الشبكه باش تقطع هذيك الزيت، وما حدها هي مازال سخونه غادي نوضعوها في الزيت، يعني غادي نطفيوها في ماشي في الزيت في العسل عفوا، غادي نطفيوها في العسل. غتقطع غير شويه الزيت من حدنا حنا كنهزوها وهي كتقطر الزيت في هذيك الشبكه، وراها ما كتجيش شاربه الزيت ولا شي حاجه كتجي خفيفه. ودابا غادي نطفيوها في العسل مباشره وهي سخونه، ما تضغطوش عليها باش ما تكسرش ليكم حيت كتكون مرمله يعني كتكون عشيشة. حاولوا غير تحطوها هكاك فوق العسل، ومع السخونيه ديالها هي غادي تبدا تهبط، غتبداو تهزوا بالمعلقه داك العسل وتوضعوا من الفوق بهذا الشكل، وهي غادي تبدا تهبط وغادي تخليوها تبدا تشرب في داك العسل على ما طيبوا القليه الثانيه. ملي تبغوا تحيدوا القليه الثانيه عاد غادي تزولوها من فوق، عاد غادي تزولوها من هذا العسل هذا. هنا وضعت القليه الثانيه كما شفتوا هاد الشباكيه صغيره على الاولى باش تجيكم شباكيه منظمه، غديرهم كلهم قاد. انا كما قلت لكم غير باش نصور لكم كنت غير كنشبك وشي كبير شي صغير باش نسالي دغيا، يعني انا مازال ما طيبتهاش باقا عندي في الفريكو. وباش تجيكم ساهله غتحطوا العسل حداكم، واللي حيدتوها غتقطروها شويه من ديك الزيت وتطفيوها في العسل مباشره. صافي وكما قلت لكم غتبقاو تهزوا العسل بالمعلقه وتخويوها من الفوق على الشباكيه، ويلا سخنات لك ويلا سخن لكم هذاك العسل ضروري غتبردوه بعسل واحد اخر. كما قلت لكم في الاول غتقسموا العسل على جوج باش الا سخن لكم هذاك تبقاو تبردوه بالثاني، يعني ضروري العسل كما قلت لكم يكون بارد باش الشباكيه تشرب لكم وتبقى لكم هشيشه وما تقصاحش. مثلا كنتو خدمتو الشباكيه قليتوها وما درتوهاش في العسل، يعني كنتو مازال ما صوبتوش العسل ولا شي حاجه، يعني غادي الشباكيه بارده العسل غادي يكون سخون، يعني دائما العكس باش هكا تجيكم الشباكيه ناجحه. صافي اكتفيت بهذا القدر. بالنسبه للزنجلان كتوضعوها يعني كتزوقوه بها في الاخر، ملي كتبغيو تقدموها عاد كتزوقوها بس، او لا ممكن تزينوها باللوز ايفيلي حتى هو كيعطي منظر زوين، وكما شفتوا كتجي معلكه وزوينه كما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالها كتوضعوها في شي بواط هكا وكتحاولوا تعاودوا تسقيوها من الفوق بالعسل باش تبقى شاده لكم العسل، العسل يكون بارد كتحاولوا تخويوه بحال هكا بالمعلقه هكا شويه من الفوق، وكتسدوا البواطه بالسلوفان وتغطيوها. ممكن تخليوها في المجمد تبقى لكم مده طويله شهور عده شهور، يعني كتبقى لكم كما هي وشاربه العسل. اولا الا كنتو تبغيتو تبقاو تهزو فيها تهزو منها كل مره تحطوها غير في الثلاجه. بالنسبه للثمن ديال هذه اللي باللوز كديروها من 80 درهم حتى 85 درهم، يعني على حسب المدينه اللي انت فيها. وبالنسبه لي بالزنجلان الا درتوها بالزنجلان غديروها 60 درهم،
وبالنسبه لهذيك اللي باللوز غادي تزينوها من الفوق باللوز الايفيلي ماشي بالزنجلان، وديال الزنجلان غنزينوها بالزنجلان طبعا. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، شكرا على المتابعه، الى اللقاء في امان الله. انتظروني في فيديو قادم غادي نوريكم تشبيكه اخرى اللي سهله وبسيطه وكتجي انيقه.